لا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. يلا خل روح يلا يلا الحين تي يلا امشي يلا بابا يلا يلا عمري ما مفتاح البيت تعالوا يلا 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 خل روح يلا باي بيب يلا السلام عليكم يا جماعة الخير. مستحيل اليوم انا مبلش الاسبوع بالنوم، يعني نمت وكأن لا غدا هناك، يعني لا اقدر اسمع تمارو، احاول اترجمها كثر ما اقدر. على العموم يا جماعه بقول لكم شيء، بس دقيقه خلاص الحين اطلب قهوتي واقول لكم شلونكم، شلون يوم الاحد وياكم؟ ان شاء الله تمام، عسى ان شاء الله يا رب الاوادم الغثيثين اختفوا من حياتكم مثل ما قاعد يختفون تدريجيا من حياتي. ان شاء الله يا رب الناس اللي ما منها سالفه قاعده تروح وتعدي وخلاص ويصيرون ولا أحد. على العموم اللي بقول لكم إياه هو أنه إن شاء الله بإذن الله ابتداء من اليوم ولغاية يوم الخميس راح تلاقوني في معرض الكتاب كل يوم من الساعة 8 ولغاية الساعة 10 بالليل في جنة السلاسل القاعة رقم 6. أخلص ريفرش وأروح على طول، فكل يوم ابتداء من الساعة 8 إن شاء الله راح أكون موجود هناك. لياقة يعني صفر، ماكو لياقة، ماكو، صعدت دريتين وتعب. شنو هذا حق شنو اصلا؟ هذا تعبيه فلوس. اي اوكي. قريت تويت ضحكني، واحد كاتب بتويتر الوضع مع قرارات حزام الامان اغنية دافي، الحين اي ولا لا ولا لا ولا اي ولا اي ولا اي لا. ليش انتم ما تربطون حزام؟ واحنا لازم نربط حزام. انا حزامي صاير يمي على رقبتي. اساسا قالوا بان النساء وكبار السن ما يسحبون سيارتهم، مو معفيين من الحزام. اوكي، ما يسحبون سيارتك. أيه. يعني معناته الموضوع موضوع مخالفه، بس أيه. بس انا وياك واقفين بنفس الاشاره، اثنيننا مرابطين الحزام، انت تخالفين بس مخالفه، انا انزل من سيارتي. تتفضل. زين شلون؟ شلون انا ضد هالموضوع صراحه، احنا نطالب بالمساواه ونبي حقوقنا وحاله حاله، اخر شيء والله يصير فيها. زين بسال سؤال، الحين يقولون تستثنى الحالات الانسانيه صح؟ زين لحظة دقيقة، بس شنو هي الحالات الإنسانية؟ واحد، اثنين، منو اللي راح يحدد إذا حالتي إنسانية ولا لا؟ شرطي المرور نفسه يحدد حالتي الإنسانية؟ الإنسانية بس النساء والأطفال والكبار السن. يعني إحنا مو إنسان. على العموم بربط حزامي وبلبس سماعاتي وشوفوا ويه الشماتة. مو شماتة والله، قلت لك قاعد أقول لك أنا إحنا نطالب بالمساواة، بس شو أسوي يعني؟ الله الحين صرنا إحنا نطالب بالمساواة وياكم. على العموم بربط حزامي وبلبس سماعاتي ويعني كان الله في العون، وان شاء الله يا رب نفتك من هالقرارات المتخبطه ونعرف شنو اللي لنا وشنو اللي علينا وشنو لازم نسوي. قولوا امين. الله بالخير يا جماعه. لا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك. يمكنكم ايضا متابعه فيديوهاتنا السابقه. جميع الحقوق محفوظه.